اللي وقع ولدي هو واحد الوقت شعرت بشي حريق في هاد الرجل اللي شرا في الظهر، وانا عندي لاسياتيك قديم. مشيت شفت واحد الطبيب صاحبي وقال لي، قلت ليه واش نقدر ندير شويه الترويد بلا باش ما نشربش الفانيد ديال الاونتي انفلاماتوار، حيت هذاك الترويد كيحيد شويه لي دولا. ما حدينا كندير الترويد ورجلي كيبردوا كيحتفشلوا، حتى مشاو رجلي تخلعت. اتصلت بالاصدقاء ديالي كنعرفهم كيعرفوا شنو هو الاسياتيك، وتا هما عندهم نفس المشكل بحال السي عبد الله منتصر الاستاذ معتصم. اش قال لي السي عبد الله؟ قال لي راه خاصك، ما خاصك باقي دير شي حاجه حتى دير لي رام. علاش؟ باش تعرف علاش عندك، عاد دير ديك الساعه الترويض وتعرف اش من الترويض غادير. وفعلا درناه هذيك العشيه مازال، وخرج هذاك لي رام. وبدينا كنقلبوا شكون اختصاصي في اسمو، كنسول خليت فين كل شي ناس كينصحوني بواحد السيد اللي هو الدكتور شفيق عزيز. وماشي غير كيقول لي كومبيتون، كيقول لي الراجل كومبيتون ويخاف الله. بجوج جيت عنده شرح لي داك الشيء، دار معايا الاثنين الوحده ونص جوج كنت عنده، شرح لي داك الشيء بالتفصيل. قال لي راه عندك انزلاق الغضروف، خرج من بلاصتو ولصق في الجهه الاخرى، ما حدك وانت تمس فيه هو كيجمد لك في رجليك، هو كيسلخ فيك ولي دولور. قال دابا اللي خاصنا في اقرب وقت قال لي هو نحيدوه، نديروا العمليه باش ما يديرش حوايج اخرين. وفعلا الغد هذاك الاثنين مشيت مازال دار لي لي زاناليز ديال، شافني الطبيب ديال التخدير وديال القلب والسكر وهادي وكذا، والغد ديال الثلاث دار لي العمليه وجبد لي هذاك القروش حيدو، ها هو عندي في القرعه هنا. دابا مشاو دوك لي دولور ديال هذاك لاسياتيك مشاو، ولكن بقى المخلفات ديال هذاك القروش اللي هما الرجلين دابا ما كنقدرش نزيدو داكشي. دابا غادي يحاول معايا كيفاش بشويه بشويه باش يبداو يتسرحوا دوك ديال الرجلين، باش نقدر مع الترويض بشويه بشويه نقدر ان شاء الله نمشي. دابا داير الكروسه طيح الله. اولا ما كنقولش للجمهور، كنقول احباب الغيوان، لان هاد الناس اللي كيأزروا اكثر من 60 سنه ما بقاش الجمهور، الناس اللي كيعاونوك وكيتضامنوا معاك، بالاخص الفنانين كلهم. باش نعطيك واحد شتي الفنانه كلهم بدون استثناء، كيكون خلافات غير كيمرض شي واحد كيولي وحدين اخرين كيوليو يقلبوا عليه ويشوفوه وكذا. علاش؟ الناس كاين الانسانيه في هاد الناس، لي زارتيست كاملين راه كل واحد عنده انسانيته في شكل، ما تصحبش لا هذا راه حقود ولا هذا، ما كاينش هاد الهضره. الفنانه كيتضمنوا بعضياتهم اللي كيكون شي واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.